اخبار ابوك كويسه يا عمي؟ اه كويس وضعه. سلم لي عليه كثير السلام. ماشي يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله يا عمي. كويس هيك يا عمي؟ اه يلا يا عمي نعيما ان شاء الله يا حبيبي. نعيما يا حبيبي نعيما ان شاء الله. الله ينعم عليك. يلا يا حبيبي سلم يا عمي سلم. مع السلامه يا عمي. ابو فتحي ابو فتحي خير ان شاء الله. شو فيك؟ خير ان شاء الله. شو دخل في عيني يا زلمه؟ قاعد بسوي لحمه وشو اسمه بقطع في اللحمه. اقعد اشوف. اقعد 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 اقعد. شو دخل في عيني يا زلمه؟ اشوف 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 اشوف. تخافش يا عمي تخافش. افتح افتح افتح. بتوجعني بتوجعني والله يا ابو فتحي. لحظه يا عمي لحظه. الله يهديك الله يهديك. ايدك يا عمي. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. دقيقه يا ابو ياسر يا احلى جور. الله يهديك. يلا يلا. اها بسيطه بسيطه ولا على بالك فيها شيء ولا على بالك. جرح صغير صغير في القرنيه تخافش بيعاود بيلحم. احنا بدنا نحطك عليه شويه دهون وبدي اضمد لك اياه احطك عليها لزقه. وكل ثلاث ايام يا ابو ياسر لازم تغير عليها ضروري. ماشي يعني فيش فيها شيء. لا ان شاء الله خير. تقلقش تخافش. انت تخافش ولا على بال بالك. تخافش الحمد لله رب العالمين. تخافش يا عمي ولا على بالك. انا راح احط لك عليها دهون يا عمي. بس والله يا ابو فتحي توجعلينها يا عمي. انت شو بدك بهالقصة؟ ان شاء الله بترجع احسن من اول. تقلقش. اهم شيء اوعى تفرك عينك لانك انت مع فركة عينك جرحت القرنية. ما هي والله يا اخي جوري بتجعني والله. بدك تتحمل يعني فيش فيها قلب فيش فيها قلب شيء ولا على بالك. تخافش ان شاء الله ان شاء الله بقرب بعد بتروق. افتح عينك. الله يسلم ايديك يا جوري. ايوه ولا على بال بالك يعني. انا راح احط لك عليها ضمادة شايف وضروري جدا. ها كل ثلاث ايام لازم نغير الهادي ونحط لك الدهون على عينك ان شاء الله. يعني كل كمان ثلاث ايام اجيك اجاوب؟ كل ثلاث ايام. خلاص ان شاء الله. الله يا رب يجبر بخاطرك ان شاء الله. الف مليون سلامة عليك ان شاء الله. ما تشوف شر. الله يسلم ايديك يا رب. ما تشوف شر يا هجار. الله يسعدك يا رب يجبر خاطرك. ما تشوف شر يا هجار. ما تشوف شر. ما تشوف شر. ان شاء الله يا جار خلال يومين ثلاثه لازم ضروري تيجي جدا عشان تزورني. حط النظاره عليها. ما تشوف شر. سلامتك الف سلامه. والله بتوجعني يا جاري. دير بالك ثاني مره يا جار. يعني ما مصحها يا شيخ. اوعى اوعى تضل تفرق فيها. يلا السلامه الف سلامه. يسلم ايديك على راسنا يا جار. حياك الله يا جار. السلام عليكم. حياك الله يا جار. الله يسلم عليك. مع السلامه يا عمي. الف سلامه يا عمي الف سلامه. يلا يا حاج توكل على الله. النسخة الأصلية عبر صفحة ليزر كليب للإنتاج الفني. السلام عليكم. كيف حالك يا عمي؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم عليك أبي أبو ياسر. بقول لك هاي أحلى 2 كيلو لحم. 2 كيلو لحم إلي أبو ياسر لحم. أبو ياسر العين بتجعه؟ العين بتجعه اللي علشته. يسلموا ايديك وايدي يا عمي. حياك الله يا عمي. سلم لي عليه كثير السلام. الله يسلمك. حياك الله حياك الله يا عمي. شكرا شكرا يا عمي. يا باب الله يا باب الكريم صل على النبي ترضى. صلاه النبي صلاه النبي يا حاج صلوا على النبي. يا سلام. اي والله هالابو ياسر هذا انه عينه اجعته جاني من السماء. اي صرنا نشوف اللحم كل ثلاث ايام بيجي بغير على عينه رطل لحم. اي من زمان يا ابو ياسر عينك تجعك. صرنا بيجي ثلاث اشهر هي احنا كل ثلاث ايام رطل لحم كل ثلاث ايام رطل لحم. ايوه عليكم. عليكم السلام. وين ابوك يا عمي؟ والله وصل مشوار. مش موجود؟ مش موجود. طيب خذ هدول 2 كيلو اللحمه هدول اعطيهم لابوك. ماشي يا عمي. ماشي يسلم ايديك. وين وصل بطول؟ مطول. ما بنفعش هيك. بدك شيء منه؟ والله بدي اغير على عيني. طب هات اغير لك. بتعرفي انت يا عم تغير؟ بعرف علمني كل شيء والله. الله يحميك يا ربي. والله قال لي ابوك انه بتروق بس الوجع لحتى الان موجود. بعرفش. افتح
بسيطة بسيطة، هل في حتة شنصة داخلة في عينك؟ حتة شنصة؟ آه. موجودة؟ آه موجودة في عينك، بدي إيه؟ إياها. وأبوك بقول لي فيش فيها إشي؟ لا في شنصة صغيرة داخلة في عينك. وبتعرف الطول هاي عمي؟ آه. والله صحيح، 100 تاكسي سبق الباص. الله يحميك يا عمي، يلا توكل على الله. السلام عليكم، الله يسعد مساك يا جوهر، الله يعطيك العافية يا عمي. ليش اتاخر على هذا صحيح ابو ياسر يوم يجيني صحيح؟ اه اليوم بدي ابو ياسر، يا الله. يا الله، شو يابا؟ كمان رايقة؟ اه رايقة. الله يبعد. شو اجى حدا؟ اه اجى حدا، اجى اللحام اللي دخلت شنصة في عينه. اجى؟ اه اجى، وقمت له الشنصة من عينه. شو بتقول؟ اجى وجاب 2 كيلو لحمة معاه اليوم. ولك امتى الشنصة من عينه؟ اه امتى؟ وي على حالي انا عيني. الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك، حدا قال لك تيمها؟ انا طلبت منك تيمها، يا بني خربت بيتي، حلط مع حالي انا، امزع وعي انا، ولك هذه الشنصة الله بعث لنا اياها من عنده، ما كل يومين بيجي بيغير عليها وبيجيب لنا رطل لحمة ولا 2 كيلو لحمة وماكلين، يعني أنا بقدرش أجيب له إياها من أول يوم، ما أنا شايفها الشنصة العظمة في قلب عينه، والله ما بدي أجيب له إياها من أول يوم كلمته إياها، بس وضعنا ماشي ومترزين إلا تيجي تقطع لي رزيتنا، خلاص من اليوم يابا عشانك مش راح يجينا اللحام، عينه رايقة تليتة بتروح عينه مش راح تصير ترجعوا، ليش تجي عندي؟ شو يجي يسوي عندي؟ شو اعمل فيك انا عاد؟ شو اعمل فيك انا عاد؟ شو اعمل فيك؟ انت شو نزلك عندي اليوم؟ شو نزلك عندي؟ وانا شو بعرفني يابا؟ انا نزلت على المحل اجى صار يقول لي ايه مش شنصة امتى؟ لتكون ذكي وشاطر، لتكون ذكي وشاطر، خربت بيتي يابا. شو اسوي انا عاد هيئتي؟ خلص. الله يعوض علينا بابو ياسر، ابو ياسر راح. راح ابو ياسر. راحت اللحمة. اللحمة مش راح يشوفها. شو تعمل الفتحة لقيتي؟ الله يبعث لنا بابو ياسر جديد. ومن هنا هناك الكثيرون ممن يريدون أن يبقى الوضع في حالة عدم استقرار حتى يبقون يأكلون اللحم، والكثير ممن يتمتعون ويسعدون على جراح الآخرين لمصالحهم الشخصية.